اهلا بيك كابتن سعد حفيظ، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، هنا من داخل فندق اقامه فريق النادي الاهلي، وقبل لحظات قليله من توجه الفريق بالحافله الى استاد السلام استعدادا لانطلاقه الدوري واولى المباريات امام فريق نادي الاسماعيلي. يمكن النهارده كان في اخبار كتيره واخبار حصريه ومعلومات هامه جدا من داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي. الجهاز الفني النهارده صباحا طبعا فوجئ بان وليد سليمان يعني غير قادر على المشاركه في المساء اليوم في مباراه نادي الاسماعيلي، وبالتالي تم عرض الامر من خلال الكابتن وليد سليمان مع الجهاز الطبي، وفضل الجهاز الفني بقياده باتريس كارتيرون عدم اصطحاب وليد سليمان الى المباراه وخروجه من قائمه المباراه صباح اليوم داخل فندق الاقامه. يمكن وليد كان في المعسكر بالامس، وبعد الفطار مباشره فضل الجهاز الفني يعني خروج وليد سليمان من المعسكر نتيجه طبعا شعوره ببعض الالام في العضله الخلفيه. يمكن وليد سليمان في المباراه الاخيره امام تاونشيب منذ ايام قليله كان تعرض لاصابه، لكن خلال الايام القليله الماضيه يعني حاول الجهاز الفني استعاده قدرات اللاعب ويعني قدراته على الاستشفاء وجاهزيته لهذه المباراه، لكن بشكل عام يعني فضل الجهاز عدم اصطحاب وليد نتيجه شكواه من بعض الالام الخفيفه، وبالتالي لن يتواجد في مباراه نادي الاسماعيلي. يمكن على نزول الفريق للغدا كان خلاص خرج وليد سليمان من المعسكر، وبالتالي اصبحت قائمه فريق النادي الاهلي في هذه المباراه 18 لاعب في المعسكر المغلق. ايضا كمان الجهاز الفني النهارده يمكن نتيجه ان المباراه في الساعه 9 مساء فضل ان يكون في وجبه غذائيه اخرى في حوالي الساعه 5:30، وبالتالي كان هناك ميعاد للفطار في الساعه 10 صباحا، ثم ميعاد الغداء في الساعه 2 ظهرا، ثم وجبه اخرى اضافيه، وجبه غذائيه اخرى لا تقل اهميه ولا تقل في السعرات الحراريه والمواد الغذائيه عن الوجبه التي تم طبعا في الساعه 2 ظهرا، وكانت ميعادها في الساعه 5:30 من مساء اليوم وقبل تحرك الفريق الى المباراه. يمكن قدر الامكان الجهاز الفني مع ليندمان بيحاول قدر الامكان ان هو يأهل اللعيبه ويساعدهم قدر الامكان نتيجه ان المباراه في ميعاد متاخر وان الفريق راجع من رحله سفر في الايام الاخيره الماضيه، وبالتالي مع درجه الحراره العاليه والرطوبه العاليه قد يفقد اللاعبين كميات كبيره من السوائل وايضا من النشويات والبروتينات في الجسم، فبالتالي فضل الجهاز الفني بالاتفاق مع مايكل ليندمان ودكتور هاني وهبه ان يكون في وجبه غذائيه اخرى في الساعه 5:30. المحاضره يمكن بدات منذ قليل، وبالتالي الجهاز الفني خلاص بعد لحظات قليله هيتحرك باللاعبين الى استاد السلام لخوض مواجهه الاسماعيلي. المعلومه حصريه والصوره حصريه، كل هذه الاخبار من داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي. قد تكون هناك مفاجات في التشكيله الاساسيه، بالطبع الجهاز الفني قدر الامكان يا كابتن سيد هيحاول يتغلب على غياب احمد فتحي، ايضا غياب حسام عاشور في وسط الملعب الارتكاز، غياب جونيور اجايه. قد يبدا الجهاز الفني هذه المباراه بمحمد هاني في مركز الظهير الايمن، هشام محمد في مركز الوسط المدافع، وقد تكون هناك مفاجات بالبدء بناصر ماهر في التشكيله الاساسيه بجوار اسلام محارب كبديل لجونيور اجايه ومؤمن زكريا، وفي الهجوم وليد ازارو. بشكل عام الجهاز الفني استعد جيدا لهذه المباراه، والمحاضره الاخيره داخل فندق الاقامه ليست فيها تفاصيل فنيه بقدر ان الجهاز الفني من ناحيه معنويه ومن ناحيه ذهنيه بيحاول يأهل اللعيبه وبيحضرهم لهذه المباراه الهامه. ارجع لك دلوقتي لكن بعد القليل هيكون معانا على الهواء مباشره لقطات تحرك الفريق هنا من فندق الاقامه حتى الوصول الى استاد السلام في اولى المباريات بقياده تحكيميه للحكم الدولي الكابتن جهاد جريشه. اليك الكلمه كابتن سيد.